بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيل 2005 الرائعين المتحمسين، يعطيكم ألف عافية. الأستاذ أحمد الصالح، مدرس مادة علوم الحاسوب على موقع وتد التعليمي. انتظروني في بث مباشر إن شاء الله في مادة علوم الحاسوب قريبا يوم السبت القادم بتاريخ 8/10/2022 تحت مظلة عنوان الإجابة على استفسارات الطلاب. هذا البث عظيم جدا، بث خرافي إن شاء الله. أستاذ أنا عندي مشكلة بالقسمة، أستاذ أنا عندي مشكلة في الوقت، أستاذ مش عارف على أي طريقة أحل، أستاذ أنا مشتت في بعض المواضيع في المادة. هاي التساؤلات وأخرى راح أجاوب عليكم إن شاء الله من خلال البث المباشر. والمفاجأة ما خلصت، إنه خلال البث إن شاء الله سيتم شرح مقتطفات في مادة علوم الحاسوب ومواضيع متنوعة وأفكار خارجة عن المألوف، وأيضا بعض الأسئلة القدرات العليا. راح يكون بث تحدي إن شاء الله حبايبنا، وكل الحب والتقدير لكم جميعا. وتد، طريقك للنجاح.